عسلامة، وش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بيان وصبحتوا مهنيين ان شاء الله. المره اللي فاتت جبت لكم لا روسيت نتاع لي بيسكوي سبيكولوس. كما قلت لكم يعني نديروا بزاف وصفات بهم، ومالوغوزمون كاين بزاف ناس يقولوا لي حنايا الجهه اللي نسكنوا فيها ما عندناش. كي نسيي باغ اكزومبل هكا افيك دي زامي نقول لهم شوفوا هذا لو ديسير اللي مانيفيك اللي يعني نديرو هكذا وهكذا وهكذا، يقولوا لي بصح حنايا ما عندناش هذا البسكوي، ما يتباعش عندنا. دونك بزاف مناطق ما يتباعش عندهم، وانا يسام في مالو كور نقعد مكسره. نقول لهم بون سيو هافيك هكا بسكوي او شوكولا ولا، وما تجيش تدوق، ما تجيش كيما افيك دي سبيكولوس. دونك جبت لكم هاد الوصفه باش الناس كامل كي نمد لهم ان ديسير فيه هاد لي بيسكوي ينجح لهم 100%، يديروا لي بيسكوي هادو في الدار ويديروا هذاك لو ديسير يجيهم روعه ان شاء الله. اليوم جبت لا بات ا تارتيني سبيكولوس. دونك اون برون هاد لي سبيكولوس هادو لي بيسكوي ونديروا بهم لا بات ا تارتيني سبيكولوس. واش نقول لكم الروعه. قانيت هاد لا بات هادي جي بلان دو ديسير بها، نديروا بزاف حوايج بها، وقانيت لو ميم بروبليم. بالك في لي غراند فيل يتباعوا، مي بزاف مناطق ما يلقاوهمش ما يلقاوهاش. دونك جبتها لهم بطريقه سهله، مقادير تانيك موجوده في كل بيت. تفتحوا الفريجيدير، تفتحوا البلاكار وديروها اون 5 مينوت كرونو 5 دقائق، وانتم لا درتوا هذه الوصفه وفي الدوق. واش نقول لكم تهبل ان شاء الله يا ربي تعجبكم. شوفوا لا فيديو حتى الاخر، فرجه ممتعه. والى الملتقى. انت راني في اذاعه في لي زاني 80. ان شاء الله شوفوا لا فيديو، ان شاء الله يا ربي تعجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في دوطخ غوسيت. استناوني تري تري بيانتو جوستمون ندير لكم ان تري بون ديسير بلي بيسكوي سبيكولوس او لا بات ا تارتيني سبيكولوس، يجي من اروع ما يكون. دونك بديت لكم بهادو، وان شاء الله نوصل لو ديسير. استناوني في هاد الوصفات. نتمنى لكم ان شاء الله كل خير، ونتلاقاو ان شاء الله يا ربي ديما في ساعة الخير. بسم الله نبداو. الوغ جو بخون لي بيسكوي سبيكولوس اللي كنت درت معاكم الوصفه، نحطها لكم ان شاء الله في الرابط. شتو تعلمت نحط في الرابط، نحط لي زانغريديون. فوالا بلاقل الواحد يتعلم، واحد مازال معلم. دونك جو بخون كالكو بيسكوي. انا اليوم مانديرش بزاف، دونك جو بخون شحال ندي 2 4 6 ندي 10. هيا ندي هكذا 10 بسكوي، هادو نخليهم نشرب بيهم قهيوة. فوالا واش ندير بيهم هاد البسكوي هادو؟ نرحيهم. فوالا هاوليك ترحى تخي بيان. ودوكا هكدا في كسرونة نحطو كاس غير ربع نتاع حليب، حليب كامل دسم دونك جولي انتي. نزيدو له ربع كاس نتاع السكر سكر برا، واذا ما عندكمش سكر برا ولا غو ديروا السكر عادي نورمال. هكذا بزاف اللي يقولوا لي كيفاش تنقي الكسارن نتاع لو كويفر. الوغ كاسكو جو في، نحكم برش تاع قارص، ندير له فيم ولا جيف هكذا هنا في كسرونة بالبرش تاع القارص، نحكها كامل ونشللها وتخرج هكا تشعل. يلا نعاودو نولو الوصفة تاعنا. نحركو بيان هذاك السكر باش يدوب شوية، ونحطوه فوق النار. نحرك هكذا نتأكد برك بلي السكر هذاك داب. ومن بعد واش ندير؟ نحكم هذوك البسكوي تاوعي ونحطهم هكذا فوق النار كسرونا، ونقعد نحرك ما نحبسش، يعني واحد 5 مينوت حتى
نشوفوا هذوك الميلانج تاعنا تقال سي تابيسي. اذا شتو بلي ابري 5 مينوت ولا 7 مينوت ما تقالش، حاب يقول فوز افي مي ترو دو ترو دو لي، زيدو اونكور الحو كلك بيسكو وحطوا له. شوفوا هنايا انايا ها بدا يتقال، ريغاردي بصح نزيد نقعد اونكور، حبيتو ثقيل على هكذا مازال شويه. باغ كونطخ دوكا تقال هنايا، نحبسلو ونزيدلو 50 غرام نتاع زبده هكذا، قطعتها اون بوتي دي، ونزيد ندخل هذيك الزبده حتى تذوب. وهاو ليك لو بغا تارتيني سبيكولاس تاعنا واجد. دوك واش ندير؟ نخليه يبرد، نديرو في بلارة ونحطو في فريجيدار، كل ما نسحق نجبد منو. Vous pouvez même décorer des biscuits avec. ورانا كملنا الوصفه تاع اليوم اللي كانت لا باتا تارتيني سبيكولوس ولا لو بور دو سبيكولوس.